بالجماعة الترابية تم صلوحت بإقليم الحوز. أعطيت الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2018-2019 بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية عادل أخنوش، والذي أشار إلى أهم إنجازات الموسم الفلاحي المنصرم والتدابير الكفيلة بمواكبة استباقية للموسم الفلاحي الحالي. إذن انطلاق ديال الموسم الفلاحي الحمد لله في ظروف جيدة، لأنه خرجنا من واحد الإنتاج اللي هو جيد، 103 مليون قنطار ديال الحبوب زائد 7% بالنسبة للسنة ممتازة اللي كانت السنة الماضية. الزيتون 50% ديال الزيادة ديال الإنتاج اللي كانت هذا الموسم اللي سالا، كذلك كاين يعني واحد انتاج مهم في الحواميد في البواكير، اللحوم زائد 7%، اللحوم البيضاء زائد 11%، دونك انتاج الحمد لله متوفر اللي خلى الأثمنة مستقرة. أما على مستوى التمويل فقد عمل القرض الفلاحي على اتخاذ جميع التدابير المالية والتنظيمية للاستجابة لطلبات تمويل الموسم الفلاحي في أحسن الظروف. في 2008 توقعت واحد الكونترا بروغرام ما بين المهنيين والوزارة المالية ووزارة الفلاحة باش نوصلوا لواحد الأهداف في 2020، والدولة وضعت رهن إشارتنا إمكانيات، وهذه الإمكانيات مكنتنا باش في 2018 نوصلوا ما يفوق 90% في الأهداف اللي مسطرة في الكونترا بروغرام. الموسم الفلاحي المنصرم اتسم بأهمية وانتظام التساقطات المطرية التي مكنت من تحسين مخزون السدود الفلاحية ب 45% مقارنة مع موسم 2016-2017، كما تميز بانخراط مختلف المتدخلين في القطاع لتحقيق موسم فلاحي ناجح، حيث تم إنتاج 103 مليون قنطار من الحبوب أي بتحسن 7%، ويعتبر هذا الإنتاج ثالث أحسن إنتاج منذ انطلاقة مخطط المغرب الأخضر.